أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن ظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز الانتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسلها إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولهن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ما أكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وسكت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ولقد غير الله تأمرون يعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذكرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي منهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم نزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يحبك تخلوهم البلاد إذا ادخلهم قوم نوح وأحزاب بمدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ما أخذتهم أي مكان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون عرش ربهم حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلوا الجنات هذه التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لفظ الله أكبر من مكتبون أنفسهم يدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتثلتني وأحيثلتني فأخذنا بذنوبنا فهل يخرج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء ومن عباده لينذر يوم التلاقي وما هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن منه اليوم لله الواحد القهار ايها الاجزاء كل مسلم ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم لازمه اذ القلوب لا الحناجر كاظمين ما
من حبيب ولا شفيع يطاع. يلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض ما ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض ما أخذه الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بها بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذب فعليه كذبه، وإن يك صادق يصب الله الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب. يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إذ اهتدت بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، والله يريد ظلم للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف قبل بالبينات فما زدتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسلم مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها